لي الشرف انني نحضر في هذا الايفينمون اللي تنظم من اللي نظمته في اي بي ايفنت. تبارك الله، هذا الشيء عجبني في المستوى. كاينين منتوجات اللي صراحه شفتهم انا، يعني ما شاء الله تبارك الله عليهم، تنظيم في المستوى. ولي شرف انني تعرفت على ناس، يعني على ناس جداد، والناس اللي شخصيات في الانستغرام اللي طالع على الانستغرام ديالهم. وان شاء الله حتى انا راه قدمت الشو ديالي اللي تبارك الله عجب الصغير والكبير، وهذا الشيء هو الاهم، انني قدمت واحد الحاجه زوينه. وان شاء الله يعني كنتمناو بحال هذا ليفيلمون، بحال هذا الشيء يتعاود باش هكا تكون اكادير، يعني اكادير غدا وغدا، يعني في هذا الشيء ديال الفن مزيان. وراه هادشي، يعني هادشي لي الشرف اننا نبقى نحضروا بحال هاد ليفيلمون اللي تبارك الله عليهم في المستوى. وان شاء الله راه كنوعدكم، كاينين سهرات اخرين، كاينين حفلات، كاينين امسيات اللي غادي نعطي فيهم كثر وكثر وكثر وكثر. وتسناو شي حاجه ديال الشاب اسماعيل سامي، نموت عليكم. ديجا كنا مع الدار، واليوم كنعاودو كنكونو مع مره واحده اخرى. ليفيلمون ديال اليوم جاي لي بزاف ديال المشاهير اللي معروفين في المغرب، من بينهم ابتسام باطمه، من بينهم يعني بزاف ديال المشاهير بدون ديك الاسماء اللي تقلق عليها شي واحد، حيت تبارك الله كثر. واليوم حنا كاينين مع في اي بي ايفنت اللي ما شاء الله تبارك الله جاو الناس بزاف لهذا ليفيلمون هذا، وكانوا تبارك الله بزاف ديال لي زاكتيفيتي، منهم هدايا، منهم لي بوست كافي، منهم بزاف ديال الحوايج. ففرحانين بحضورنا في هذا ليفينمون هذا، وان شاء الله ما تكونش اخر ايفينمون كنتلاقاو فيها مع الدار. ومرحبا بكم. السلام عليكم، معكم وليد فيو، فنان منشط كوميدي. كيف ما كتشوفوا الاجواء هنايا في احلى اوتيل بالم بيتش ديال المعرض، اجواء جد رائعه، الناس ناشطين، كلشي فرحان. ها انتم كيف ما كتشوفوا كل واحد وحط البرودوي ديالو، كل واحد كيحاول يبيع البرودوي ديالو بطريقته. دونك مرحبا بكم كاملكم، الاجواء جد رائعه، حاضرين معنا بعض المؤثرين، بعض الفنانه. دونك ليفيلمون داز زوين، غايه بلا دعايه. تحياتي لكم من عند احلى فيو، نحبكم ونموت عليكم ومح عليكم، حتى جيتوا اي حاجه في النشاط مرحبا. تحياتي لكم وقناة الدار، كنشكركم ومرحبا بكاع المغاربه، كاع المغاربه من طنجه لكركارات. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.